ربنا يكون أهل. ويوم القيامة لا ينصرون
الصيد، فلنبدأ بالتفصيل واقرأ من سورة هود الآية 114 إلى 119. سورة هود. سورة هود 114. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طيب كفاية؟ كفاية. الآن ننتقل إلى معاني المفردات التالية. اصحح لو سمحت. مصلحون، ما معنى مصلحون؟ مصلحون يعني مصلحون في أعمالهم أو محسنون. محسنون، صحيح، محسنون. أوكي. مختلفين، متفرقين. لأملأن استنى استنى، انت تصح
المناسبة، أليس كذلك؟ خلصت المناسبة، الآن ننتقل إلى تفسير الآية. وأقم الصلاة طرفة النهار، أي أقم الصلاة المندوبة في أوقاتها على تمامها وكمالها. طرفة النهار إلى المراد به صلاة الصبح أو الظهر والعصر. وزلفا من الليل، أي في ساعات منه قريبة من النهار. والمراد بهما هي صلاة المغرب والعشاء، كما قال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحق في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فلهذه الآية هذه الآية أمر بإقامة الصلاة في وقتها. إن الحسنات يذهبن السيئات، أي إن الأعمال الصالحة أعمال الصالحات منها الصلوات الخمس تكفر ذنوب الصغائر، كما جاء في الحديث: الصلوات الخمس كفارة لما بينها قد اجتنبت الكبائر. فإن الحسنات من الأعمال الصالحات هذه تكفر ذنوب الصغائر وليس ذنوب الكبائر، لأن ذنوب الكبائر يستطيع أن يكفر بالتوبة، إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك ذكرى للذاكرين، أي ذلك المذكور على المحافظة على الصلاة عذر وعبرة للمتعظين والمعتبرين. ثم أمر الله سبحانه وتعالى الرسول بالصبر، وقال تعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أي اصبر أيها الرسول على ما تلقى من المكاره ومن أذى المشركين، فإن الله سبحانه وتعالى معك، فهو لا يضيع أجر المحسنين، أي لا يضيع أجر من أحسن عملا، لأن الله سبحانه وتعالى سيجزي المؤمنين العاملين الصالحات للجنة بالثواب، وهو الجنة في الآخرة. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يعني هذه الآية هو أمر بالصبر، أمر الله سبحانه وتعالى الرسول بالصبر كما الرسول من قبل. وقال تعالى: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. هذه الآية تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كما قال تعالى أيضا: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى السنن العامة في إهلاك الأمم الماضية، فقال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بغية ينهون عن الفساد في الأرض. أي فهلا كان أو فهلا وجد من الأمم الماضية قبلكم أولو عقل وفضل وجماعة أخيار ينهون الأشرار عن الفساد في الأرض. ولولا في الآية للتحديد صاحبها بمعنى التأسف والتفجع، مثل قوله تعالى: يا حسرة على العباد. ولورد التأسف على تلك الأمم التي من تهدد كقوم نوح وعاد وثمود ومن تقدم ذكره، عندما قال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون أبئس ما كانوا يفعلون. إلا قليلا ممن أهدينا منهم، إلا باستثناء المنقطع، أي
لكن ولما منهم نهوا عن الفساد فنجوا. واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه، أي واتبع أولئك الظالمون، واتبع أولئك الظلمة من شهواتهم وما نعموا به من الاشتغال بالمال واللذات في الدنيا، وأثرها على الآخرة، كما قال تعالى: وأثروا الحياة الدنيا. وكانوا مجرمين، أي وكانوا هم المسلمين على الإجرام، أن يستمرون على ارتكاب الفاحشة، على ارتكاب الإجرام، لأنهم لا يؤمنون بالله، كما قال أن الله سبحانه وتعالى سيهلكهم، كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيهلكهم بالعذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة من عذاب النار. الله أعلم بالصواب. وصلت إلى 119. أمن وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي ما جرت عادة الله تعالى في إهلاك الأمم، أن يهلك القرى ظلما وأهلها مصلحون في أعمالهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، فإنه تعالى يهلكهم بسبب كفرهم وعنادهم وجحودهم وتكذيبهم بالحق الذي جاء به الرسول، كما قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي لو شاء الله، لو أراد الله سبحانه وتعالى لجعل الناس كلهم مؤمنين مهتدين على ملة الإسلام، ولكنه تعالى لم يفعل ذلك للحكمة. وكلمة أمة في القرآن لها عدة معان: أولا الأمة بمعنى جماعة من الناس، كما قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. ثم الأمة بمعنى جماعة في جنس واحد، كما قال تعالى: ولما ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ثم الأمة بمعنى ملة أو الدين أو الشريعة، كما قال تعالى في هذه الآية، أو كما قال تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وغير ذلك من معنى أمة في القرآن. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي لا يزالون يستمرون متفرقين، أي لا يزالون مختلفين على أديان شتى، ومنهم متعددا ما بين يهودي ونصراني ومجوسي، إلا كسب لهم الله سبحانه وتعالى بفضله وبرحمته. إلا ناسا هداهم الله سبحانه وتعالى بفضله وبرحمته، وهم أهل الحق، لما قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولذلك خلقهم اللام العاقبة، أي خلقهم لتكون عاقبة اختلافهم ما بين شقيق وسعيد. قال الطبري وللاختلاف بين الشقاء والسعادة خلقهم فريق في الجنة وفريق في السعير. حتى الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان إلا ليعبدون، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتمت كلمة ربك
ربك لأن أبن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي تم أمر الله تعالى ونفذ قضاؤه لأن يملأ جهنم من الإنس والجن من الكفر من الفجر جميعا. قال الألوسي الدروس المستفادة من هذه الآية إنها أولا بيان سنة الله تعالى